وائل، انت عملت مجموعه من الاعمال المتميزه جدا والتي لا تنسى، منها فيلم هيبته، سقوط حر، موجه حاره، بخلاف بقى حاجات الناس ما تعرفش انك اشتغلت فيها، عالم سمسم. طبعا تعرفوا ان هو كان بيشتغل في عمل في عالم سمسم ولا لا؟ انا ما اعرفش. عرفته ده الشهر اللي فات، بس اطياف لي الشهر اللي فات. لا احكي لنا عن تجربه عالم سمسم يا وائل. تجربه عالم سمسم اهم تجربه في حياتي اكيد في الكتابه 100%. طبعا يعني سواء على مستوى اللي انا اتعلمته منها، يعني انا اشتغلت في عالم سمسم كان اول شغل احترافي تقريبا كسكريبت رايتر من 2001 لحد 2010، سكريبت رايتر وهيد رايتر للبرنامج، واتعلمت كتير. اتعلمت يعني ايه وركشوب بالنسبه للكتابه، واهم فيدباك باخده في حياتي لحد النهارده، يعني انا كل ما بقابل في اي مكان عام او في اي مصلحه شخص يعرف حضرتك كاتب سيناريو، كتبت ايه؟ فاقول له انت عندك كام سنه؟ لو قال لي اقل من 35، شفت عالم سمسم اللمعه اللي في عينيه. طبعا دي بالنسبه لي ففي جيلين عدوا على عالم سمسم، انا حاسس ان انا ليا في كل واحد فيهم. ده من اجمل البرامج، واللي زعلانين ان هو مش مستمر للاسف. من اجمل طبعًا. من وفلفل وخوخه طبعا. فهي التجربه انا دايما بعتبرها التجربه الاهم، سواء على مستوى الشغل الحرفه او على مستوى التاثير والفيدباك، وان انا فعلا عملت حاجه فرقت مع ناس كتير. معظم الاعمال اللي انت اشتغلتها الحقيقه كان لها بريق خاص ونجاح خاص. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.